جمهور الرياضي الكريم، أرحب بدوري أيضا بالإعلامي جمال رشدي، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا فيه. طبعا جمال، عفوا، أستضيفك مجددا من أجل الحديث عن ما يعيشه فريق مولودية الجزائر الذي ربما تلقى صفعة جديدة بتلقيه لهزيمة نكراء أمس على يد فريق شبيبة القبائل، قوامها 5 أهداف كاملة دون مقابل. قبل الحديث عن هذه المباراة نتحدث عن الكلاسيكو بين المولودية والشبيبة، ويندرج ضمن الجولة 6 من بطولة المحترف الأول موبيليس، والذي غاب عنه الجمهور بداعي عقوبة العميد من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم. طبعا خماسية الكناري تداول على تسجيلها كل من أوتشي في مناسبتين بن يوسف، فيستون وشتي، نتيجة مكنت الشبيبة القبائلية من اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، وتؤكد البداية القوية لأشبال المدرب فرانك ديما منذ بداية البطولة، غير أنها ستسقط دون شك العديد من الرؤوس في بيت العميد في قادم الأيام. الزميل كريم بالعربي حضر الكلاسيكو وجمع لنا هذه الانطباعات. عودة رفيق صيفي إلى فريق مولودية الجزائر لم تكتب بأحرف النجاح. الخرجة الأولى للربان الجديد لسفينة العميد كانت سلبية على طول الخط. خماسية نظيفة في شباك الحارس فريد شعال طرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل أصحاب الزي الأحمر والأخضر. أنصار الفريق الذين تفاءلوا كثيرا بعد عودة زملاء سويبع بالنقاط 3 من ملعب إمام الياس بالمدية وقبلها ملعب دمان الذبيح بتجنانت، سرعان ما استفاقوا من أحلام اليقظة بعدما تكبد أشبال المدرب رفيق صيفي هزيمة تاريخية على ملعب بلوغين أعادت الفريق إلى النقطة 0. خسارة العميد بالأداء والنتيجة تفوح منها رائحة المؤامرة، وما زاد من الشكوك هو خروج بعض اللاعبين من غرف تغيير الملابس وهم يضحكون وكأن شيئا لم يحدث، فعوض أن يظهر اللاعبون تأثرهم بالهزيمة ظهروا غير مكترثين أمام مرأى الجميع، ما جعل الأنصار يصبون جام غضبهم على اللاعبين متهمين إياهم بالخيانة. فهل ما حدث في ملعب بلوغين كان مدبرا، خصوصا وأن الجميع يعلم أن المدرب الجديد رفيق صيفي يملك علاقة سيئة ببعض اللاعبين المحسوبين على كوادر الفريق، أم أنها مجرد سحابة صيف عابرة؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة. جمال رشدي، ماذا يحدث في بيت المولودية؟ ماذا يحدث؟ يعني احنا كنا تكلمنا عن عدة فرص، وكما نقولوا وما تيري رسولنا الدراج من نقص الخطر، وواحد اللي يبني على الرمل ما عنده وين يروح حقيقة. الحق نسيت ماما وين، يعني كل شيء ريب. هذه نتيجة تاع سوء يعني تسيير من ناحية الإدارية، من ناحية التقنية، من ناحية يعني المعنوية. نظن باللي كاين واحد الكل يعني في مولودية الجزائر، زيادة على المحيط اللي ما يسمحش. ماشي نتكلم على الجمهور، العناصر هما كما يقولوا لي بريمير فيكتيم، هما الضحية الأولى. يعني يروحوا المسيرين، يروحوا اللاعبين، يبقى الجمهور. الجمهور قاعد والجمهور واعي، هو الضحية. راك شفت البارحة يعني رغم يعني الغياب عن المباراة يعني تنقلوا طلعوا النادي يعني كل وراحوا، ولكن الان لحقنا واحد الدرجه يعني تاع كيما يقولوا دو نون ريتور، يعني ما نعرفوش نرجعوا للور صاي سي ترميني. انسان الناس لازم يتحملوا المسؤوليه تاعهم. اللي خدم غلط، فشلت، رحت الله وحده الله يربح، يتحمل على المسؤوليه. وانا ماشي نتكلم على قصي سعيد خاصه، هو يعني الامر واقع، الامر عام، الجميع يتكلم على التسيير يعني اللي فرضته على سوناتراك، ومن يعني من طرف سوناتراك يعني شركه العميد اللي فرضته
التشير، هذا السوء التشير اللي فرضته يعني كان فشل بكل معنى، فشل من اللي يعني من نهار جا هو فشل، يعني تمكن يعني بطوله واحده يعني كاس الجزائر يعني خطره من 2012 وين انا رايحين هكذا، الملايير خارجين يعني ما كانش استقرار، ما كانش استمراريه في العمل، ما كان يعني مشروع لاباس به، ما كان حتى حاجه. يعني كان الحديث على كازوني تمت اقالته، يعني عودة رفيق صيفي ربما لم تكن في 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 محلها. انا نظن باللي الغلطة الكبيرة، انا كنت من الناس اللي كنت حاب كازوني يروح، يعني لان ما جابش يعني هذيك الإضافة اللازمة، بحرنا يعني ثلث ألقاب السنة الفارطة. نظن باللي ولكن كان الانسان يدير تغيير بصفة عقلانية قبل ما تغير المدرب، عارف المدرب هذا اللي حتجيبه ما يكونش عنده مكان في الـ في الـ في الـ يعني العارضه الفنيه عنده، ولكن ما يقعدش في هذه وحده، ولكن وزياده على هذه لازم المدرب التقني اللي حتجيبه يكون واجد، راهو اتصلت به وعملت به، ما نديروش حاجه بصفه عشوائيه. جا السي حيرش اللي راهو مدير ورئيس رئيس مجلس الاداره، ضرب كل شيء بالهريفر دلاما كما يقولوا، نحي هذا ونحي هذا وعاود دارت عليه. لحقنا لدرجه وين ما كانش مدرب، البريباراتور فيزيك سي اسمه بالخير اللي دار واش ينجم يديه، وحقيقة قالوا له عطاو له مهمه ما نظنش عنده الكفاءه، يبقى محضر بدل، يحضر مدني ما عندوش، ما نظنش عنده الكفاءه تاع مدرب يعني محنك رئيسي خاصة في الظروف الحالية. جمال جمال ربما نتحدث عن النادي الهاوي، ربما هو من يملك الفريق أو الاسم، ربما ما يحدث للمولودية والله العظيم كعضو والله العظيم النادي الهاوي، يعني كيفاش تشعرون كمناصر؟ أولا كمناصر احنا نظنوا باللي يعني قلت لك تكلمنا على هذا الشيء، هذه الهزيمة تاع البارح مرة بزاف، مرة خليكم تطالبوا باسترجاع يا ودي خليتنا، ولكن انا نتكلموا مع 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 يعني حيط، غادي نبعثنا درنا مراسله، درنا عده يعني دون اجراءات بدون جدوى من 2012 وحنا نديروا دي يعني دي اون في دي كوريسبوندونس، بعثنا ربما عندنا بعض المعلومات تقول باللي انكم اتصلتوا او بعثتم برساله حتى الوزير الاول، بعثنا الوزير الاول، لكن كاين اون انيشاتيف من عند نقولها من عند البريمير مينيست باش نسيو نتصلوا لحد الان، ولا ما كانش كلشي الابواب مغلوقه، يتكلموا هما بيناتهم عارفين واش راك، شوف الكسره تنحى سي قاسي سعيد، ومن بعد عاود رجع يعني كيما نقولوا فيك كود تليفون، مانيش نهضر على قاسي سعيد عبد ولا واحد اخر، مانيش نرجع على الشخص، نهضر على المسؤول هو ولا حنا، كيما الحاجه اللي قدرنا نديروها انا نديروا النداء، وندير اليوم نداء من هذا المنبر للانصار مولودية الجزائر باش ما يطيحوش في فخ تاع التلاعبات لا مانيبيولاسيون، اسمح لي لا مانيبيولاسيون، ما نحبش الانصار يطيحوا في لا مانيبيولاسيون، كاين بزاف الناس يقول لهم خرجوا لبرا وديروا، لا احنا مالناش تاع عنف، احنا الناس مسؤولين، هذا النادي الهاوي عنده مسؤولين، وكاين دي زونسيان ديريجون اللي راهم اللي داروا يعني كاين اجراءات، كاين اجراءات ان شاء الله احنا قايمين بها، ولكن ما ناش حابين تكون الفوضى في الشارع، الفوضى ماش تجيب نتائج، وباش يروحوا غير اللاعبين هذه غلطه كبيره، ما تروحش غير اللاعب، اللاعب ماهوش مسؤول غير هو وحده، خاصة وان الوقت ليس في الحديث، الوقت في التغيير، الوقت في اعطاء نفس جديد، الوقت في ربما خاصة على الجانب النفسي، ربما اللاعبين منهارين الجانب النفسي، هو راهو الجانب النفسي، شوف واش بك قلت لك، انت عندك فريق تروح يربح على برا، خارج الميدان يربح، ويجي للعاصمة يعني في ميدانه ما يربح. يعني باختصار جمال، الحلول الآنية ما هي الحلول الآنية في نظركم؟ ما هي المتطلبات اللي راه يطالب بها المنصر أولا قبل أصل في حديثنا عن فريق مولودية الجزائر الذي يعاني أزمة حقيقية، سواء من خلال أزمة النتائج التي يتخبط فيها في بداية هذا الموسم بعد خروجه من بطولة رابطة أبطال إفريقيا، ثم النتائج السلبية التي يعاني منها بعد هزيمة أمس أمام شبيبة القبائل، ربما الخروج من المنافسة الإفريقية خلف رحيل أو إقالة
قاسي السعيد ثم عودة قاسي السعيد، كان خروج أيضا رفيق صيفي ثم عودته كمدرب رئيس، ربما كل هذا لم يخدم الفريق، إلى أين؟ هذه بس تعطيك صورة، يعني صورة شاملة على تسيير على الفريق والاهتمام ديال سوناتراك، ديال المسؤولين ديال سوناتراك على هذا الفريق. كاين أموال صح، سوناتراك تمول في الاخر، وهذا قرار سياسي باش يكون في علم الجميع بلي هذا قرار سياسي. المولودية عمرها ما عرفت حبت تصد تديها سوناتراك ولا، ولكن الانسان ما مثل ما يحدث في أندية أخرى، مثل ما يحدث في أندية أخرى، هذا قرار سياسي في السبعينات، بدا في السبعينات ومن بعد حبست، من بعد جات أمور أخرى ومن بعد عاود رجعت المولودية يعني مع حتى سوناتراك. التدعيم والتمويل ما خرجش على المولودية، يعني ما خرجش على المولودية يعني حقيقة. الأموال لكن الأموال كاينة، الأموال كاينة، ولكن الفرق الأخرى كاين عندها أموال ونجمو نتكلموا عليها من بعد لو سمحت، باسكو عندي واحد النقطة لازم نتكلم عليها. نظن باللي تفضل سوء التسيير، أنا نتكلم على سوء التسيير. مولودية الجزائر في السنوات الأخيرة هذه، ومن نهار يعني عودت رجعت سوناتراك بالمسيرين ديالها على رأس الإدارة تاع الأخر، يعني ما جابتش النتائج. المولودية راهي مقسومة يعني حقيقة بين صح عندنا جمهور، أنا مثلا المراقب البسيط يعرف كبير، يعرف الخبايا جمال، يعرف واش راهو صاري حقيقة في المولودية. يا ودي ما كاش مسير يعني حقيقي في مولودية الجزائر، حاليا ما كاش مسير اللي يحب الفريق في مولودية الجزائر، ما كانش يكذب عليك. الإنسان يكون خالص راهو أمبلويي، سيت أن أمبلويي ما ينجمش يهتم بالفريق كما يهتم به. أنا نتكلم ونعاود ماشي لا نهضر على قاسي سعيد ولا على واحد اخر. جمال ربما، أي إنسان ربما يعلم الجميع ان المولودية في غضون 4 سنوات نفس الاشخاص يتولون التسيير. هل المولودية ما عندهاش اولادها؟ ما كانش رجال اكفاء قادرين يخرجوا الفريق؟ كاين رجال اكفاء، ولكن كما يقولوا مالوريزمون الاكفاء حاطينهم من جهه كما في بعض في حاطينهم في بعض يعني في بعض الاحيان في بعض دوتر دومين نفس الشيء، يعني من الناحيه السياسيه ولا الناحيه الاقتصاديه ولا اي الناس الاكفاء حاطينهم من جهه، الناس اللي تكلموا على حب الحقيقه هذوك يحب يحطوهم من جهه. حنا تكلمنا ونزيدوا نتكلموا ومازالنا نزيدوا نتكلموا. لو سوناتراك ما حبتش يعني تغير سياسه التسيير تاعها، تعاود ترجع الفريق الى الى صحيح، الى اولادها، باسكو كاين اولادها ماناش نتكلموا، ولكن اولادها ما يديوش الفريق بهذه الصفه هذه. لازم تكون كما يقول بروتوكول داكور، بروتوكول داكور ان النادي الهوي هو اهل للمولوديه، هو هوني صاحب البروبريتير، صاحب كما لي كولور اي لو سيغل، لي كولور اي لو سيغل، هوني لي بروبريتير. انا مولين دار باللغه العاميه، حنا لي كولور اي لو سيغل. المولوديه النادي الهوي هو البروبريتير اكسكلوزيف، رغم يعني التصرفات تاع مجلس الاداره تاع مولوديه الجزائر حاليا تاع الفريق المحترف، وما كانش اي عضو من النادي الهوي في مجلس الاداره، وهذا او غير يعني غير مطلوب. زياده على هذا تكلمنا على الاخر، على كل يعني الهفوات اللي كاينين في الفريق، ولكن حل الساس هو التسيير 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 اللي راهو غير ملائم في مولودية الجزائر. يعني مولودية يعني إذا تحدثنا عن التسيير نتحدث عن الرئيس قاسي السعيد، نتحدث عن الأعضاء، ربما لازم تغيير في الوقت الحالي، تغيير شامل، لازم تغيير شامل، وما كاش واحد ولا زول. يعني فشلت ارحل يا ودي بكل بساطه، كما يقولوا كنا عندنا لا كولتور لا ديميسيون، مثل ما يحدث في دول اجنبيه، ولا يقولوا كما يقولوا كيفو سافوار كيتي لا طابل. الانسان فشل، خدم فشل، غلط فشل، يروح. هذه هي سنة الحياة، ولكن لازم تكون عندك الكوراج باش تمشي. ما نقعدوش ان كاين دي زانتيري ان بو ادرواتي اغوش، لا لا لا، المولوديه سي با بروبليم دانتيري، المولوديه سي فري فريق كبير والناس تتعرف به وتحل البيبان. هذا امر مفروغ منه، هذا مفروغ، ولكن انسان اللي يخدم بكل يعني بكل يحب الفريق اولا، يحب الفريق يعني بالبند العريض يعني الفريق لازم ويدير الناس اللازمه في المكان المناسب. المكان المناسب. جمال، إذا تحدثنا عن سوناتراك، يعني الجميع يعتقد أن أموال سوناتراك هي نعمة بالنسبة للأندية، يعني الحديث أكثر في المواسم الماضية حول سوناتراك تمول الأندية على حساب أخرى. ربما المولودية ومن يعرف المولودية
من الداخل اللي يشوف باللي هذا الاموال تاع سوناتراك نقمه ماشي ماشي نعمه. شوف هذه الاموال هذه راهم كما يقولوا عندنا سيستم بيجيت فونكسيونمون، راهم يمدوهم باش يخلصوا اللاعبين ولا يخلصوا. الى حد الان الوقت اللي انا نتكلموا ما عند كاين حتى مشروع يعني مركز تكوين على المولوديه، ما كاين حتى مشروع حتى يوم يعني يقولوا كاين مشروع على 10 سنين تروح عبر ارصده اللاعبين وارصده المسيرين. كيما راحت كيما راحت واحد الوقت وما خلاتش يعني بالون واحد ما بقاش ان بوس ما كاش لي برومي بوس اللي شراوهم المولوديه شريناهم في 2007 بار بيان ديال سبونسوري جبنا دو بوس ومازالهم لي بوس واستعملوهم ليكيب سونيور واستعملوهم لي جون واستعملوهم الى حد الان ما كاين حتى حاجه. انا نتكلم على المولوديه، المولوديه صح سوناتراك والهزيمه كانت البارح مره ولكن كاين واحد الكلام قال مر كي نسمع شريف ملال سي ملال شريف القبائل يقول باللي حنايا ماشي سوناتراك دعمنا حنا اموال تاعنا. نقول له شوف انا نقول له يا سي ملال باحتراماتي لكل منطقه منطقه القبائل اللي عندها فريق كبير وماتوا عليه الناس وكاين شهداء وكاين 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 رغم هذا الشيء هذا نقول له يا سي ملال اعطيني الستاد اللي بنتها لك الدوله، اعطيني الستاد اللي بنت لك المولوديه وخذ سوناتراك كلها بالمسيرين تاعها وبالتيوات تاعها ياخذ مام لي تيوب هذوك لي تيوب الاخر ياخذهم يديهم وشوفوا واش يدير هو لان كما نقولوا الدراهم الاموال ما تصنعش الاموال ما تصنعش ما تصنعش الاخر لو كان ما عندكش استقرار وما عندكش حاجه مبنيه على الصح ما عندك ملعب أولا. هو عنده ملعب مولوديه ما عندها حتى ملعب وين تدرب ما كانش وين يدربوا كيفاش تكلمني انت تقول لي سوناتراك ما سوناتراك هاك اليوم سينيت انت مع كوسيدير درت عقد مع كوسيدير كوسيدير الشركه وطنيه ولا ماشي وطنيه الوالي كي يعطيك 5 ملاير و10 ملاير هذاك الدراهم منين حنا عارفين باللي الدراهم سوناتراك دراهم الشعب ولكن انت يا سي ملال ونقولها لك كل احتراماتي للجمهور واللاعبين والمسيرين الاخرين ديال شبيبه القبائل اللي عندها تاريخ كل احتراماتي لكل منطقه انت الاموال تاعك منين جبتهم باش تاكسير جمال نكمل نوصل الحديث عن المولودية عندنا تصريحات بعض الأنصار ربما لأبدوا جام غضبهم على الإدارة وطالبوا برحيل القاسي سعيد نستمع لهذه التصريحات للأنصار المولودية خويا عندنا فريق عارق معروف في الساحة الإفريقية مونديال مو معروفين حنا يا انا تحرت كيفاش خسرنا البارح خمسه كانوا ابسون كاع ما كاين والو وتقولش هم دايرين كومبلوات ما فهمتش انايا كمال قاسي سعيد فشل في المهمه على طول الخط الان ماشي يفشل يروح فقط يلزم نفتحوا الاوراق في عده امور سواء في انتدابات لاعبين لاعب مثل حاشي مامون شعيب بالطريقه اللي عادوا بها فريق مثل الجزائر كمال قاسي سعيد بين على الضعف تاعو سواء كتسيير في فريق كبير بحمل جم المولوديه ام بتسيير نادي فرع كره القدم ماناش نتكلموا على نادي اللي فيه قال لي ديسيبلين نتكلموا على فرع كره القدم قاسي سعيد هذا انا ما يعجبنيش مره نقول لك لا انا مع عمر مع تركي ماني مع حتى واحد انا مع الفارق انا نهضر ديره كيف يرحم باباك جيب لي غارديا ما يعرفش يلعب برجله وزيد سنينه بخمس سنين انت ما تفهم جيب لي بوردي بخمس ملاير 90 دقيقه مازال ما دارها شابه اش يا اخو حنا نحسوا لها اخويا كيما انا نحس لها بزاف يخطينا يا اخويا يخطينا هذا ما كان اخطينا ما كاين والو ما شفنا من عندك والو البليس هذا اللي حكم صونات راه كيدير عضو واحد اخر في بلاصتو صاي ولادها كاع حق رجعوا ولادها كاع اللي كانوا قدام شايدين في البيرو كدا جبدوا روح ديهم ما كاين والو خويا وجاب لنا الاسديه اشتاد لي جيمي كريادو مازال ما شفنا منهم والو كما القاسي سعيد فشل في المهمه تاعو يلزم يروح باسكو ما بقاتش كيسيون الطريقه تاع العودة انا نطرح توجور تساؤل طريقه تعودته الى المولود لرئاسه المولوديه بعد الاقاله تاعو 48 ساعه تفتح العديد من التساؤلات نقول الان شكون اللي يتحكم في المولوديه لانه المشكل ماهوش في كامل ولا عمر المشكله اعمق وكبير لما بي دي جي تاع سوناطرا كيما ولد قدور جمال في 20 ثانيه واش يقول الانصار هذا جمال راك شوف هو الانصار هو عطيك صوره شامله الاخطاء اللي فات كنا فيه في نفس المنبر هذا وقالوا له يا كمال فيق اليوم قالوا له يا كمال روح يوم يعني خلاو له يعني وقت يعني باش يفكر في تسيير اخر في يعني منظومه وحده اخرى ولكن
واش حاب نقول لك انا كل واحد يخدم بضميره. لكن ما سمعنا حتى ردود افعال من قبل الاداره، ربما ان الانسان راهو حاب يواصل. انا كنت نستنى البارح يعني بعد مرور بعد الانهزام القاسي هذا، كنت نستنى يعني حقيقه كنت نستنى في يعني استقالة تاعو، ولكن الى حد الان ما كانش يتحمل المسؤوليه تاعو هو والانصار والكل المجموعه اللي معاه الحاشيه. جمال نشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه، ونتمنى كل خير لفريق مولوديه الجزائر. ان شاء الله بالك ممكن نهار اليوم الاربعاء ان شاء الله نديروا ندوه صحفيه. ندوه صحفيه ان شاء الله نكون حاضرين. شكرا لك مجددا، نعود اليك. شكرا لك محمد ولضيفك، شكرا على حضورك مشاهدينا.